السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأوفياء متتبعي قناة المعرفة المختلفة روزام. موضوع اليوم سوف نتطرق باختصار شديد لدور النيابة العامة في جرائم التعمير. بالنسبة لتحريك الدعوة العمومية أو تلقي الشكايات بشأن المخالفات، هناك واحد النقاش حول الطبيعة القانونية لهذا الإجراء، وبالتالي تعيين تحديد الطبيعة القانونية لجرائم البناء والتعمير. فمن بين التصنيفات التي وضعها الفقه الجنائي وتقسيم الجرائم إلى صنفين: الصنف الأول صنف تتوقف إجراءات تحريك الدعوى العمومية فيه على تقديم شكاية، والصنف الثاني لا يلزم فيه القانون أو لا يلزم فيه القانون تقديم هذه الشكاية، بل إن التنازل عن الشكاية لا يفيد سوى الجانب المتعلق بالتعويض المدني. وبغض النظر عن النقاشات الفقهية التي تميز ما بين الشكاية وما شابهها من وشايات وبلاغ وغيرهما، فالمستقر عليه في تحريك الشكاية هي أنها تصرف قانوني يلزم أن تتوافر فيه متطلبات التصرفات القانونية بما فيها التعبير عن إرادة قانونية من شأنها إحداث آثارا إجرائيا معينا، وهو تحريك الدعوى العمومية. والأصل أن جرائم التعمير والبناء لا تعد من الجرائم المعلقة على شكوى، وهذا ما يمكن الاستدلال عليه من خلال ما يلي: أولا، بالنسبة لقانون التجزئات وقانون توسيع نطاق العمارات القروية لا نجد فيه أي أثر لمسطرة الشكاية. ثانيا، بالنسبة لقانون التعمير يتعين التمييز بين حالتين اثنتين، وهما: الحالة الأولى إقامة البناء المخالف فوق ملك من الأملاك العامة، والحالة الثانية إقامة البناء المخالف فوق ملك من الأملاك الخاصة. فأما في الحالة الأولى فهذه تحكمها مقتضيات المادة 80 من قانون التعمير، حيث يمكن للسلطة المحلية أن تقدم تلقائياً، وأقول تلقائيا، بهدم البناء المخالف على نفقة مرتكب المخالفة دون سلوك الإجراءات المتمثلة في المعاينة وتقديم الشكاية. هذا في الحالة التي يكون فيها البناء المخالف فوق ملك من الأملاك العامة. أما إذا كان البناء المخالف فوق ملك من الأملاك الخاصة، فهنا لا تعلق الجريمة على تقديم الشكاية إلا إذا تعلقت بجرائم سلك فيها رئيس المجلس الجماعي مسطرة الإعذار، والمشرع حصر هذا المقتضى على الجرائم البسيطة القابلة للاستدراك. أما إذا تعلقت المخالفة بالنظام العام العمراني فلا تعلق المتابعة على وجود الشكوى ولا أثر لسحبها إن وجدت على سير المسطرة، كما أن التخلي عن المتابعة لا أثر له على سير الدعوى العمومية لسبب أن وقت تقديم التنازل ليس مطلقا، والضرر اللاحق ليس بضرر خاص بل هو ضرر عام. الآن نتطرق إلى التنازل عن المتابعة. يمكن أن نميز بين حالتين من حالات التنازل عن المتابعة في إطار قانون التعمير: الحالة الأولى في الجرائم الخطيرة وتقدم رئيس المجلس الجماعي بشكاية دون سلوك مسطرة الإعذار، في هذه الحالة لا يمكن له التخلي عن المتابعة في أي مرحلة من مراحل الدعوة. أما الحالة الثانية فهي في الجرائم الخطيرة مع الإعذار أو الجرائم البسيطة مع الإعذار، وهنا نميز بين ما إذا كانت
داخل أجل يتراوح ما بين 15 يوما و30 يوما، فهنا موقفين اثنتين. إذا استحال المخالف، إذا استجاب المخالف داخل الأجل وأنهى الأفعال المخالفة، هنا التخلي عن المتابعة. أما إذا لم يستجب فهنا إيداع الشكاية زائد القيام بهدم البناء المخالف تحت مسؤولية المخالف. أما العمل القضائي في المغرب فيتجه دون تمييز بين الحالتين إلى قبول التخلي عن المتابعة في جميع الحالات. ولا بأس من الإشارة إلى محضر الاستماع من قبل الضابطة القضائية، فإثر توصل النيابة العامة بوثائق الملف تعمل على دراسة وفحص الوثائق المرفقة. الدراسة تشمل التأكد من الشروط الشكلية والجوهرية لتحرير المحضر وفق قواعد المسطرة الجنائية، فحص الوثائق المرفقة وأهمها وجود شكاية صادرة عن رئيس المجلس فيما يتعلق وثائق التعمير كذلك، وثيقة البيع أو الإيجار أو القسمة. أما الإعذار وقرار إيقاف الأشغال فهما غير لازمين لتحريك الدعوة العمومية. أما بعض المحاكم فترى أنهما ضروريين كما هو الشأن بالنسبة لمحكمة الاستئناف بالرباط. فشرط الإنذار شرط سابق لكل متابعة، وأن عدم احترام الإنذار هو الذي يشكل الجريمة في الواقع. ذلك أن الإنذار يتيح للضنين فرصة الدفاع عن نفسه، وهذا كذلك نفس الاتجاه التي سارت عليه بعض المحاكم الابتدائية في ربوع المملكة المغربية. أصدقائي الأوفياء متتبعي قناة المعرفة المختلفة روزام، أتمنى أن أكون قد أفدتكم من خلال هذه النظرة السريعة حول دور النيابة العامة في جرائم التعمير، وإلى اللقاء في موضوع آخر بمشيئة الله.